ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين فقراتنا النهارده ونهاركم سعيد ان شاء الله وصلنا لفقره ظريفه جدا هنتكلم فيها عن البورصه واحوال الاقتصاد المصري وعشان كده بيسعدنا ان احنا يكون معانا الاستاذ احمد العطيفي خبير الاوراق الماليه برحب بحضرتك بقولك نهارك سعيد صباح الخير طبعا في ظل كل المؤشرات اللي احنا بنشهدها دلوقتي والاخبار الاقتصاديه واخده حيز كبير جدا خاصه بعد الاخبار السياسيه الناس كلها بتتابع الاخبار الاقتصاديه عشان حاله القلق اللي احنا عايشينها. في البدايه طبعا احنا عرفنا ان البنك المركزي هيطرح اليوم نيابه عن وزاره الماليه اذون خزانه بقيمه 3.5 مليار. والحقيقه ان الحمد لله ان هم مليار جنيه مش مليار دولار ولكن برضو الرقم كبير والمفروض ان الاذون دي هت, هت يعني هتساعدنا لمده 266 يوم علشان نسد نسد العجز في الموازنه الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي بصي هو اولا مش اول مره البنك المركزي يطرح اذون خزانه احنا تقريبا في الربع في الربع الثاني من السنه في 140 مليار جنيه تقريبا هيبقى في طروحات م. ويمكن كل اسبوع بيبقى فيه طرح او طرحين بمدد مختلفه بس احنا لازم نوضح ايه اذون الخزانه ايه فايدتها بالظبط طبعا في ظل الطلبات المتواليه الموجوده والعجز الموجود في اذون الخزانه فبتضطر الحكومه انها بتطرح هذه اذون خزانه او ادوات الدين المحلي بتطرحها مم. على المؤسسات والافراد باوقات مختلفه 266 يوم 91 يوم في اكتر مم. من زمن موجود بس ستة ل... 266 يوم دي اكبر فتره سمعنا عنها يعني قبل كده بنسمع ايام اقل من لا 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 في في ح... اكتر من كده وبعدين كده بنخش بقى على السندات ثلاث سنين وسندات خمس سنين لحد سندات 10 سنين مم. السندات ديت او اذون الخزانه هو بيتقدم ليها المستثمرين او الافراد عشان بتدفع الكاش دوت لوزاره الماليه وبعد كده بيستقطع منها 20% ضريبه الحكومه بتاخدها م. يعني ووصل حتى الطروحات الموجوده وصلت الفائده بتاعتها في حدود 15% و14% حسب التايم بتاع اذون الخزانه اللي موجوده احنا مش بنقول انها عشان اللي اه احنا عايزينه لمده 266 يوم يعني احنا مش بناخد الكاش ده عشان احنا عايزين فلوس لمده 266 يوم لا ده ممكن الفلوس دي احنا عايزينها مطالبات لينا مثلا في خلال الاسبوع القادم او مطالبات في خلال الاسبوع الجاي ال 266 يوم ده ده ميعاد استحقاق السندات يعني, يعني لو دخلت زون خزانه يعني لو دخلت اشتريت زون خزانه الاسبوع ده هاخد الكاش اللي انا دفعته بعد 266 يوم تقريبا مم. ودوت اصدارات متواليه تقريبا من وزاره الماليه يعني الاسبوع الجاي ده في في العجز اللي موجود في الموازنه ده هيساعد عشان تخطيط العجز اللي بيبقى مم. موجود عندنا في الموازنه عشان طبعا الايرادات طالما في ايرادات منخفضه في البلد مع ارتفاع المصروفات الموجوده باختلاف وجهات نظر المصروفات هي سواء انفاق بقى على الموظفين انفاق مثلا في البنيه التحتيه كل الكلام دوت بيبقى موجود والكلام ده احنا فيه على طول مش مش جديد عندنا الاسبوع دوت او السنه دي الكلام ده احنا بقى لنا سنين بنتجه لادوات الدين المحلي الموجود مم. من كلام الحقيقة قلتي قلت الحمد لله إن هو مش دولار مش مم. جنيه على فكرة إحنا المشكلة الكبيرة برضو عندنا في النقص الموجود في الاحتياط النقدي إن إحنا كنا عايزين دولار مم. أما بالنسبة للدولار طبعا في موارد تانية موجودة للدولار مم. كان على رأسها إن الحكومة طبعا اتجهت بره إنها مثلا بتعمل أوعية ادخارية طرحتها للمصريين الموجودين في الخارج المقيمين بالدولار. بالخارج. المقيمين الموجودين بالخارج. في وابتدت بعض الدول العربية ابتدى بيع مشروع عن بيع أراضي للمصريين برضو في الخارج برضه بالدولار م. بعض برضه العوائد بتيجي برضه بالدولار فاحنا بنعمل عمليه جذب تاني للعمله الصعبه علشان ما يبقاش في عندنا نقص هو احنا بنعمل كده بس احنا اللي حصل في مصر في خلال الايام اللي فاتت يعني السنه اللي فاتت واللي احنا فيه طبعا ده امر طبيعي ان خلى في يعني الاستثمارات الاجنبيه خرجت وهي كانت خرجت أكتر الاستثمارات الاجنبيه من اذون الخزانه والسندات لكن في ظل التعافي اللي موجود في خلال اعتقد الشهر دوت والشهر الماضي من السياحه ابتدت السياحه ترجع شايفين مؤشرات ايجابيه فانا شايف ان يمكن نبتدي من الشهر القادم نسمع ان ابتدى الاحتياط النقدي الخاص بالدولار او العمله الاجنبيه ابتدى يرتفع نوعا ما برضو من اهم المواضيع اللي موجوده دلوقتي خاصه ان الاخبار اللي بتطلع لنا من اللجنه الاقتصاديه بمجلس الشعب رهنت موافقتها على القرض طبعا الاستاذ الدكتور كمال كمال الكنزوري طلبه وهو قرض ب 3 مليار دولار والمفروض المنتظر صرفه على دفعات ولكن اللجنه الاقتصاديه رهنت موافقتها على هذا القرض يعني مش فاهمين قوي الـ الـ الاسباب ايه وعايزين نعرف برضو لو في بدائل للموضوع ده هو اولا ما فيش تناغم ما بين الوزاره وما بين مجلس الشعب ويعني في وجهات النظر بينهم بعض مختلفه يعني يمكن مجلس الشعب بيبص على الوزاره الحاليه هي وزاره بتمثل عناصرها قويه بتمثل النظام القديم وهي مش واثقه المجلس الشعبي هل مش في وصف حاله في الوزارة؟ قلق من اعضاء مجلس الشعب ان الوزاره دي ممكن ما تستمرش فبالتالي طبعا ده هم ده, 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 ده تقريبا احنا كل يوم بنسمع ان هم عايزين يسحبوا منهم الثقه فازاي النهارده هيبقى هم مدي لهم يعني قوه دفع ان هم يساعدوا الوزاره انها تحصل على هذا القرض وهم في نفس الوقت عايزين يسحبوا منها الثقه وده الامر اللي مخلي مثلا بعض الجهات الاجنبيه صندوق النقد او البنك الدولي او كل الجهات الاجنبيه اللي ممكن تقدم لنا مساعدات واقفه يعني بالعربي يقول لك لما تحلوا مشاكلكم مع بعض تشوفوا مين احنا نقدر نتكلم بحيث في توافق بالزب ما بين الحكومه وما بين كل الاطراف بالضبط آه. وبعدين برضو مجلس الشعب انا شايف انها هي كلها محاولات برضو الوقت لغايه ما يجي رئيس جمهوريه جديد ولما يجي رئيس جمهوريه جديد هيبقى اعتقد يبقى في وزاره جديده ولما يبقى في وزاره جديده طبعا هتشكل ممكن تشكلها الاغلبيه يجوا هم يقولوا احنا نجحنا ان احنا نحصل على الكارد اللي موجود والكارد بقى موجود اهو يا جماعه ويلا بقى نشتغل وموجودين مع ان الكارد دوت لو كان حصل توافق ما بين يعني الموجودين في البلد حصل توافق من خمس ست شهور كان الكارد ده كان المفروض بقى يبقى موجود كان يسهل لنا على حاجه كتير وهو بالظبط 3 مليار و200 مليون بس احنا فعلا محتاجين القرض ده مش هيزود عبء علينا اقتصاديا؟ لا هو القرض ده الريت بتاعه كام في المية؟ يعني مم. مش هي مش موضوع يزود علينا، أولاً يعني القرض ده حق من حقوقنا مم. لأن إحنا مشتركين في صندوق النقد بندفع اشتراكات في صندوق النقد ودوت حق من حقوق بتاعنا بتاعتنا وكل الدول المشتركة في صندوق النقد. لو اتكلمنا على نفس الكيس دولة مثلاً زي اليونان عندها مشاكل اقتصادية كبيرة جداً عايزين نتكلم إن أوروبا كلها اجتمعت جنبها ومديها وصلت القرض لأكثر من 120 مليار يورو. <applause> فاحنا بنتكلم ايه يعني رقم ثلاثة واتنين من عشرة مليار دولار او عشرة مليار دولار لدوله بالكيان الكبير بتاعها زي مصر <applause> انا شايف هي كلها يعني محاولات لغايه ما يبقى في استقرار في البلد بعد انتخابات رئاسه الجمهوريه الحقيقه انا والاعداد كنا بنقرا خبر في في الجرايد وكنا عايزين نتكلم مع حضرتك عليه ان اداره المخاطر باحد البنوك اكتشفت تورط عصابه مصريه بتستخدم كروت ائتمانيه طبعا لبنوك امريكيه وتستخدم الكروت دي بتشتري مشتريات هنا في مصر واصحاب الكروت الائتمانيه اللي عايشين في امريكا ما يعرفوش اي حاجه في ناس ناس كمان يعني ميته أو أو وبيستخدموا اساميهم في الكروت في امريكا الجريمه دي تعتبر فيدرال اوفنس او جريمه فيدراليه يعني ما ينفعش جدا. حد يعمل الجريمه زي دي أو بالنسبه لمصر الجريمه دي او العصابه دي هتتعاملوا معاها ازاي؟ لا هيتعاملوا معاها ازاي ده القضاء إما انا شايف ان طبعا كل ما في تطور تكنولوجي لازم يبقى في سبورت ان احنا قصاد هذا التطور نحافظ على الاموال بتاعت الناس وهي مشكله كبيره كمان احنا حتى لما احنا ممكن تشتري حاجه عن طريق مثلا اي فاينانس e ان احنا بنشتري عن طريق الفيزا بنشتري مثلا منتجات أو من على بره. او على الانترنت هو عن طريق الانترنت اه e بقى حاجه بالزبط. مشهوره جدا ممكن بنخش على الويب سايتس واحنا بنشتريها طبعا النهارده مع في ظل التقدم على فكره عايزين لازم نقتنع تماما ان العصابات او اللصوص بيبقى برضه عندهم تقنيات عاليه جدا ان هم يقدروا يحصلوا على هذه الارقام فعايزين نقول حاجة إن في بنوك كتير جدا برضو عالمية إنها مدية برضو مدية آه كفر أو حماية كبيرة جدا على الفيز بتاعتها أو الكروت بتاعتها. بيبقوا تأمين كمان وبيبقوا عاملين وسائل أخرى لحماية بتبقى في وسائل بتبقى في طبعا الكلام دوت معروف، لكن طبعا إحنا عايز أقول لك كل ما يبقى في تطور بفي استحداث للجرائم بيبقى موجود. الكلام ده برضو حصل عندنا في مصر كان اكتر وكانت قضايا جدا مشهوره ان بعض الاشخاص المصريين وكانت حتى رجال اعمال كبيره فوجئوا ان الكريدت كارد بتاعهم كان بينتهي وفوجوا ان كان في تعاملات موجوده بسبب عمليات سطو موجوده عليه ده اللي يخلينا ان احنا نخش من الناحيه التانية ان احنا لازم نشرع قوانين قوية رضيعة في هذا الموضوع ودوت الدور دوت هيبقى هو دور الدور التشريعي المتعلق بمجلس الشعب لان الكلام دوت طبعا بيهدد الاقتصاد النهارده لو انا معيش في دول على فكره اوروبيه كتير يمكن زي لغت اسبانيا لغت أسبانيا. لغت الكاش او العمله النقديه انها تبقى شغاله بيها كل مم. الناس ماشيه باي تي ام او كارت. لو احنا مساعدناش على الكلام دوت عندنا, عندنا وعملنا تشريعات قويه او الشيكات السياحيه بالظبط لو احنا ما عملناش كده عندنا وعملنا تشريعات قويه دوت هيساهم هيبقى في فيه المناخ مقلق من ناحيه السياحه مم. النهارده كل السياح اللي بيكونوا موجودين عندك مش كلهم بيبقوا جايين معاهم كاش كله جاي الاي ام او بالكارت بتاعه مم. ده طبعا يبقى احنا عايزين شقين الشق شك المتعلق بالتكنولوجيا يبقى فيه سبورت قوي فيه والشق الثاني اللي هو متعارض بالتشريع والقوانين اللي هو ممكن يكره مجلس الشعب هل حضرتك رايك انه لان في العديد من كبار المسؤولين كشفوا ان الاقتصاد المصري دلوقتي في طريقه الى التعافي فهل الكلام ده مظبوط هل فعلا احنا هنشهد في الاشهر القادمه طفره اقتصاديه تبقى ملموسه في الشارع المصري يعني انا وجهه نظر يعني شخصيا ان انا صعب ان انا اصدر اصدر قرار ان يحصل بفيه فيه تعافي في الاقتصاد عندنا في الوقت اللي احنا موجودين فيه الاقتصاد مربوط بجزئين الحاله الامنيه والسياسيه في البلد <applause> احنا يمكن في خلال اربع شهور ابتدت الحاله الامنيه ابتدت تتعافى نوعا ما فساهم ان حركه السياحه ابتدت ترجع السياحه ابتدت ترجع التجاره بس التجارة بس حركة, تتحرك. حركه السياحه ما نقدرش نقول انها رجعت بشكل مظبوط لان مثلا في الفتره اللي فاتت في شهر ثلاثه واربعه احنا عارفين ان في سياح كتير المفروض بيتوافدوا خاصه على منطقه سينا والبحر الاحمر ولكن ما حسيناش قوي انه السياحه كانت مش هنقول طبعا زي زي السنوات الماضيه ولكن برضو المؤشر ما كانش عالي بال درجة اللي احنا كنا. ما احنا النهاردة؟ بنفس الوقت السنة اللي فاتت، يعني احنا 5/2012 تعالي نقارنه أو 4/2012 نقارنه ب 4 ب4 أو 5/2011 بلاش 2011 عشان نقول إن دي كانت كان سنة ما هو كان في تعافي ما احنا لازم نقول إن في المؤشر بيطلع، بعد ما كان المؤشر نازل في عدد السياح، المؤشر بيطلع، دلوقتي الإشغالات وصلت في بعض الفنادق في شرب والمناطق السياحية في حدود 80%، أسوان و سياحة مصرية سياحة داخلية لا. ولا سياحة, سياحة... من بره. لا. لا سياحة من برا، لا سياحة من برا، يعني أنا قاري إمبارح خبر أكتر مثلاً من 20 طائرة وصلت للغردقة وفيها سياح. مم. القصه ان احنا بنتابع الحركه دي باي دي المؤشرات الناس ابتدت ترجع. الجزء الثاني عشان نقول بقى في تعافي اقتصادي لازم يبقى في مرحله انتقال السياسه اللي احنا بنتكلم فيها. والتعافي الاقتصادي دوت معناه ان احنا بنشوف التجاره الداخليه ابتدت في البلد تتحرك نوعا ما، ابتدى وتيره الانخفاض في الاحتياط النقدي ابتدت تنخفض لان احنا كنا كل شهر من خمس ست شهور نقول انخفض مليار ونص 2 مليار احنا الشهر اللي فات تقريبا ما عداش انخفاض ازيد من نص مليار خلاص متوقعين الشهر القادم الانخفاض دوت ميبقاش موجود ممكن يبقى فيه ارتفاع بسيط فيه فالتعافي ابتدى يظهر لكن شرط وشريطة ان احنا المرحلة الانتقالية بتبقى موجودة ورئيس الجمهورية القادم يتكلم على البرنامج الاقتصادي بتاعه. النهاردة المرشحين لرئاسة الجمهورية وجهة نظرهم مختلفة من البرنامج الاقتصادي م. لان كل واحد ليه وجهة نظر مختلفة في فريق ويدعم فكره الشريعه الاسلاميه وتطبيق الحلول الاسلاميه في الاقتصاد وده, وده امر جيد وده امر جيد وليهم فكر اقتصادي من هذا المنظور في رؤيه واضحه آه ده م. فريق وفي م. فريق تاني وجهه نظره تختلف تماما عن هذا الفريق فازاي انا هبقى مستثمر اجنبي هبتدي اتحرك في بلد مش عارف سياستها ايه بعد م. شهرين ثلاثه هتتجه انهي منهج فيها فده اللي مخلي فيه هولد من المستثمرين الاجانب او مؤسسات الاجانب الأجنبية الكبيرة إنها تدخل في مصر، لكن على العكس يعني احنا الأسبوع اللي فات مثلا لو بتكلم بقى على البورصة، شركة كبيرة عالمية زي فرانس تركب قدمت إنها بتشتري شركة موبينيل في مصر، مم. طب ما هي الشركة ديت ليها وجهة نظر في مصر ما بعد مثلا انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي تملك حصة فيها وشايفة مصر في الأيام القادمة. مم. الأسبوع الماضي سمعنا برضه على شركات عربية بتدخل تستثمر في السوق المصري كبورصة. مم. يبقى الناس شايفين إن هم هيقدروا يتعاملوا مع كل اتجاه سياسي موجود. <applause> يعني الشركات اللي جايه القادمه او المستثمرين الاجانب شايفين الاتجاه الاقتصادي لو اسلامي حسب ما يشاع هنقدر نتعامل معاه مع اتجاه اتجاه اقتصادي ازاي اللي كان الاتجاه الموجود هنقدر نتعامل معاه يعني ايا أي كان نوع الاتجاه هم عايزين بس يعرفوا يعني الثبات علشان خاطر يبتدوا يعني يعملوا استثمارات هو الاساسي <applause> الاساسي فعلا الثبات في المرحله اللي احنا موجودين فيها ونقدر نشوف مصر ايه في خلال الأربع سنين والاتجاه السياسي بتاعها ايه؟ دوت فريق إما في فريق تاني من المستثمرين أعتقد هم واقفين هولد تماما مستنيين إن هم يبتدوا في مصر من شهر سبعة أو ثمانية القادم. بعد الانتخابات الرئاسية. طبعاً بعد أنا مش شايف بقى بعد الانتخابات بيوم نقول إن الدنيا هتبقى لا 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 طبعا, طبعاً أو بأسبوع على أسبوعين. طبعاً مفهوم آه. يعني بس وبرضه مش بعديها بشهر برضه على طول طبعاً يعني هو أكيد لازم يبقى في فترة. لازم راحة وبعدين نشوف رد فعل تعامل الشعب مع الرئيس الجديد. والشارع هيتعامل معاه ازاي وقراراته هتبقى شكلها ايه مم. فانا شايف ده هياخدنا على الاقل يعني ست شهور تقريبا مصر نتكلم عليها من 2013 ممكن نتوقع بعد انتخابات رئاسه الجمهوريه طبعا احوال البورصه كانت مؤلئة للعديد من المستثمرين وخاصه المستثمرين المصريين اللي بيشاركوا يعني بعدد محدود جدا من الاسهم مش هنقول بارقام كبيره زي المستثمرين الكبار ولكن احوال السياسه والاحوال اللي موجوده في الشارع المصري دلوقتي مخليه ناس كتير جدا متخوفه من انها تستثمر فلوسها في البورصه على الرغم من ان احنا دلوقتي المفروض نبتدي نعمل حملات لكل المصريين ان هم يشجعوا الاقتصاد المصري وفي نفس الوقت ان هم يشتروا اسهم في البورصه او يشتروا سندات. أه تفتكر الوضع المقلق ده بالنسبه للمصريين اللي بيشتروا اسهم في البورصه هينتهي امتى؟ برضه بعد الانتخابات ولا هيفضل موجود على مدار لغايه 2013 لغايه ما يبتدي الاقتصاد المصري نحس إنه هو بقى فيه نمو ملموس. على فكره المستثمرين المصريين هم اللي رفعوا البورصة المصرية من أول يناير من م. بداية السنة لحد الوقت اللي احنا موجودين فيه لغاية تعاملات يوم الخميس البورصة صعدت في حدود 38% م. على عكس الصافي البيع اللي كان موجود من المستثمرين الأجانب كان وصل أكثر من مليار جنيه تقريبا م. فيمكن أنا يعني صعود البورصة من يناير لحد الوقت اللي احنا موجودين فيه 38% بفضل المستثمرين المصريين اللي هم اللي كانوا بيشتروا في المرحلة المرحلة دي الاسبوع الماضي البورصه كانت اول صافي اول اول صعود للتعاملات البورصه بعد ستة اسابيع كانت قبلها سابقه مم. برضو بفعل المستثمرين المصريين اللي هم كانوا بيشتروا انا شايف المصريين عشان هو هم في قلب الاحداث هم عندهم درايه اكتر من متوقعين ايه اللي ممكن يبقى جاي بعد كده مم. وخصوصا ان في مراكز المصريين موجوده في السوق مشترين اسهم باسعار مرتفعه فاضطروا ان هم يدخلوا يشتروا اسهم باسعار متدنيه يعملوا فرق في الاسعار م. عشان نتكلم نقول ان البورصه تتعافى لو قارنا من اول السنه حتى الان هي البورصه صعدت في حدود 38% م. تقريبا والربع الاولاني من السنه كانت البورصه المصريه ثاني افضل اداء على مستوى العالم من الربع الاولاني م. للسنه البورصه لن تتحرك بقى بالقوه اللي الناس تنتظرها وترجع لارقامها الكبيره السابقه في خلال سنتين اللي فاتوا وتوصل رقم 8000 و9000 كمؤشر لن تتعافى غير بعد انتخابات رئاسة الجمهوريه م. وزي ما اتكلمنا من شويه يبان المشروع الاقتصادي للبلد آه طبعا وقت فقرتنا خلص نتمنى ان الساده المشاهدين يكونوا جالهم يعني نفس كده من التفاؤل ان الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي وطبعا احنا بنشجع كل المشاهدين ان احنا نشجع الاقتصاد المصري ونشتري منتجات مصريه على قد ما نقدر علشان نشهد فتره تعافي بسرعه اكتر الاستاذ احمد العطيفي خبير الاوراق الماليه برحب بحضرتك وبقول لك نهارك سعيد شكرا جدا شكرا جدا هنطلع الفاصل ونرجع تاني نكمل بقيه فقراتنا النهارده